صباح النور، مرحبا بكل مشاهدي تونس الرقمية وتونسيين وميليك وين ما كانوا يسمعوا فينا توا في المباشر من ولاية بيجا. هذه هي اليوم الأجواء آخر نهار في 2021، حركية الحقيقة كبيرة لهنا في سوق باب الزناد في بيجا. أولا في البداية نحب نقولوا لكل التوانسة ولكل من يتابعوا فينا في المباشر، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يستر بلادنا وإن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. إن شاء الله تونس في 2022 تشوف الازدهار والتقدم، ونعاود نهنيو كل المواطنين وكل الشعب التونسي بالعام الجديد ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. نبداو توا في المباشر جولتنا في سوق باب الزناز، نرصد لكم لهنا الحركيه والاسعار لهنا في سوق باب الزناز. كما تشوفوا لهنا اليوم عندنا الدقله في سوق باب الزناز، عندنا الدقله بدينار ارتل بالطبيعة. كما تشوفوا لهنا المدالينا الكيلو 18 مليم، اليوم عندنا التفاح في بيجا ب 3200 كيلو، عندنا البرتقال عصير 800 ملي الكيلو، نواصلوا جولتنا لهنا في سوق باب الزناز. نعرفوا المواطنين يعني يحتفلوا براس العام، كما تشوفوا اليوم عندنا كيلو اسكالوب ب 12 دينار و 490، عندنا اليوم الدجاج في بيجا 6500. الفين و 400 كيلو عن البطاطا اليوم 1980 مليم، كيلو البصل 700 مليم في بيجا اليوم، كما تشوفوا اليوم حركية وأجواء كبيرة لهنا في سوق باب الزناز تزامنا يعني مع الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة. اليوم حركية اقتصادية وتجارية لهنا في سوق باب الزناز، نعرفوا المواطنين يحبوا العادات هذه. نحب نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله يعني من حصل لنا احسن، ان شاء الله عام 2022 يخور يكون خير من 21، وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء ويستر بلادنا. احنا تو متواجدين بالطبيعه لهنا باش نرصد لكم الاسعار نتاع الخضره والغلال. كما تشوفوا هذه اسهم الخضره لهنا في باب الزناز، نعاود نفكر لكم انه البطاطا ب 980، كيلو البصل ب 700 مليم، طماطم تقريبا ب 2000 الكيلو، الجبانه الكيلو ب 4000. ناخذوا فكره توا على اسهم اللحوم لهنا، كيلو العلوش اليوم ب 28 دينار. صباح النور، مرحبا بك. احنا توا في المباشر لهنا باب الزناز، شنو اليوم الاجواء والحركه؟ والله بالنسبه لباب الزناز حاجه كبيره برشا، والناس تقضي في مدريه وفي رفاهيه والحمد لله يا رب. شنو الاسوام اليوم في تونس؟ الاسوام باهي والله، الاسوام خاص من تونس. الاسوام الاسوام البطاطا ب 14% في تونس هذيك اللي بدينار، الطماطم ماني رخيصه، بسل ب 600 كيلو، وصل بسل ب 600. حركيه اليوم سم حركيه شويه، مش هو باهيه، ما الناس راهي في الكاتو، ناس في مدريه، ناس منهم من تخش في مدريه باش ربي في مدريه باش شويه منه وشويه منه. بارك العام وتحاسب. عاش خويا يرحم والديك، بارك الله فيك، ربي يعافيك. نواصلوا جولتنا في سوق باب الزناز. يا الله يا الله يا الله. نواصلوا جولتنا لهنا في سوق في باب الزناز، كيف ما كنتوا تسمعوا فينا توا حركية تجارية كبيرة لهنا اليوم في السوق. صباح النور، مرحبا بك.
ربحنا مرحبا بك. باش ناخذوا توا شكون معانا لهنا في المباشر. كل شيء متوفر وقاعدين وبربي. شنو الاسعار اللي متناول الجميع الاسعار؟ فما حركية؟ كما تشوفوا لهنا في المباشر في باجة. صباح النور خويا، مرحبا بك. صباح النور، باش ناخذوك توا في المباشر. باهي اليوم شنو الحركية لهنا في سوق بزنس في باجة؟ والله باهي، ثم شوية حركية على راس العام. باهي باهي، كي نحكيو على الحمل علوش اليوم الأسوام في باجة بقداش؟ لا عادية، الناس باهي 29 وخالص عادي. 26 هو عشان كيف 26. رينا اليوم تحركت البلد شوية. إيه البارح واليوم متحركة. باهي البارح واليوم باهي متحركة، ثم شوية حركية، ثم شوية موفمون ولا باهي. يسير شنو ناخذوا كلمة ل 2022 إن شاء الله خويا، إن شاء الله ربي يهز البلاد نتاعه خويا، وإن شاء الله الناس الكل في خير، وإن شاء الله عام مبروك علينا، وإن شاء الله كل شيء من حسن إلى أحسن. عايش كما كنتوا تسمعوا توا في المباشر خذينا يعني آراء المواطنين يعني بمناسبة رأس العام الجديد. اليوم كيلو اللحم كيف ما كنتوا تسمعوا توا اليوم في باجة 26 دينار كيلو اللحم. نحاولوا نشوفوا لكم توا اسوام الاسماك اللي هنا في باجة. مسالش نعرفوا اليوم الحركة كبيرة اللي هنا في باب الزنيز، نحاولوا نقربوا شوية شوفوا أسوام الأسماك اللي هنا اليوم في باجة. مسالش هذه هي يعني الأسعار اليوم تاع الحوت هنا في باجة. القاروص 7800 الكيلو. Продолжение следует...